احوالك بقت غريبه قوي. انا عارفه انك مقهوره علي. ده انا كل ليله بفضل مستنيك في الشباك لحد ما ترجع الساعه 3 صباحا. انا لسه جميله زي ما انا، بس المعادي هي اللي اتغيرت. يا ناس افهموني، احنا دلوقتي في عصر الذره، في عصر التلفزيون، القمر الصناعيه، الدنيا اتقدمت اتنورت. لا بس يا باشا، جات علينا ليه؟ ما احنا كويسين قوي الحمد لله. المواضيع دي ما فيهاش هزار ابدا. عارفه بقى من ساعه ما انت جيتي وعشت معانا هنا وانا مرتاحه على الاخر، بس انا حاسه انها بتحبك قوي قوي قوي، وانك انت بتظبطيها كده من ورايا. تشاهدونه في الأوقات التالية.